حضراتكم وبنتكلم بخصوص اصابات النادي الاهلي، وعايز اطمنكم على ايمن اشرف. ايمن اشرف جاهز بنسبه 100% للمشاركه في مباراه سيمبا باذن الله، بعد ما كان غاب في مباراه المريخ بسبب اجهاد في العضله الخلفيه، لكن خلاص الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق طمنا بشكل كبير جدا على حاله ايمن اشرف وجاهزيه اللاعب لهذه المباراه، وكله هيبقى طبقا طبعا للرؤيه الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. انا عايز اطمن بشكل اكبر على الفرقه، فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي ومتواجد مع بعثه الفريق هناك في تنزانيا عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق قبل هذه المباراه الهامه. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن من خلالك طبعا جمهور الاهلي كله سمعك دلوقتي، عايزين نعرف اخر اخبار الفريق وكواليس الاستعداد لمباراه سيمبا باذن الله. خليني الاول اقول لك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، البعثه بخير الحمد لله، البعثه النهارده اتمرنت اول تمرين ليها، الكل بخير طبعا، ورئيس البعثه الاستاذ الضماطي اللي ده تعليمات صارمه وتعليمات قويه جدا، ما حدش يغادر الفندق خالص ولا البعثه حتى المرافقه للنادي الاهلي، البعثه الاعلاميه او الاداريه او الطبيه كويس خالص كويس. يمكن مكان مغلق للنادي الاهلي ممنوع التحرك طبعا حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. الجو حر جدا، يمكن درجه الحراره توصل ل 33 و34 بالنهار، يمكن بالليل بتبقى 27 25 26، الرطوبه عاليه جدا جدا جدا، يمكن المقابلة هنا فريق النادي الاهلي هي الرطوبه العاليه جدا ودرجه الحراره كبيره جدا. الاهلي النهارده اتمرن يمكن في عز الدور، يمكن الساعه 2 الدور وفي فرق ساعه في التوقيت، يعني دلوقتي عندك مثلا الساعه 5 ونصف هنا 6 ونصف بتوقيت طبعا تنزانيا او العاصمه دار السلام. ابدا لك من الاول، التحرك كان في 5:30 مساء بتوقيت القاهره، الرحله خدت حوالي 5 ساعات وربع بالظبط على طائره خاصه طبعا تبع لشركة مصر للطيران. يمكن قوبل النادي الأهلي بترحيب شديد جدا، والمبهر والمفرح أن في الطائرة الخاصة تلاقي لوجو النادي الأهلي على كل كرسي للاعبي النادي الأهلي أو الجهاز الإداري أو الطب طبعا أو الفي آي بي، حاجة ما شاء الله حاجة كويسة جدا. يعني النادي الأهلي قوبل امبارح بترحاب شديد جدا من كل العاملين في مطار القاهرة الدولي، مرورا بقى باستقلاله الطائرة الخاصة ووصولا إلى دار السلام. ممكن فور وصول النادي الأهلي كان في بعثة عالمية كبيرة جدا من تنزانيا بتستقبل فريق النادي الأهلي، يمكن بعض الجاليه المصريه القليله جدا 3-4 اشخاص بس كان في استقبال النادي الاهلي، جينا في وقت متاخر في مساء امس. يمكن فريق سيمبا التنزاني كان مجهز حوالي 4 حافلات، حافله كبيره و3 حافلات اخرى صغيره لفريق النادي الاهلي. توجهنا مباشره على فندق الاقامه من مطار الى فندق الاقامه، يمكن لاعبي النادي الاهلي على طول على العشاء ومن بعدها على غرف النوم. الجهاز الاداري مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن احمد فوزي، جهاز اداري على اعلى مستوى، كان تم تسكين طبعا لاعبي النادي الاهلي على طول. السفارة المصرية حدث ولا حرج، استقبال من معالي السفير طبعا محمد ابو الوفا و موظفي السفاره كانوا امبارح يمكن بيعاونوا النادي الاهلي من اول المطار الى الفندق. امبارح السفير موجود مع بعثه النادي الموجود، القنصل نفس الكلام، السكرتير الثاني محمود خليفه اللي موجود مع النادي الاهلي من الصبح الى الان داخل مقر اقامه النادي الاهلي لتذليل اي عقبه كويس تخص النادي الاهلي، اي حاجه النادي الاهلي بيطلبها على طول الاستاذ محمود خليفه كان بيلبي النداء على طول بيقوم بحضرة طبعا لبعثة النادي الأهلي. النادي الاهلي معاه شيف، هو طبعا الشيف محمد الدالي، وطبعا يا امير انت عندك خبرات كثيره جدا في السفر مع النادي الاهلي. الشيف الدالي الصبح ابتدى العمل بفطار بوجبه الغذاء، يمكن العشاء يكون بعد قليل في الثامنه طبعا بتوقيت تنزانيا. يمكن البعثه بتلاقي ترحاب شديد جدا هنا من الشعب التنزاني، شعب ودود، شعب جميل، ولكن السوشيال ميديا التنزانيه يمكن هي اللي مولعه الدنيا شويه بلغه السوشيال ميديا. يمكن المتحدث الرسمي الفريق سيمبا التنزاني بيحرض الناس ولازم ونحضر ونفوز على النادي الاهلي، يمكن شغل يعني غريب جدا في الاطار الطبيعي والتحفيزي للجمهور قبل المباراه. يعني
طبعا ده وصف في كلمه من كلماته وكانها حرب، ويمكن ولكن انا سالت السفير عن الحضور الجماهيري اللي بنقراه 30,000 و20,000، قال ما فيش الكلام ده كله خالص، هيبان كل ده في الاجتماع الفني قبل ليله المباراه. هيكون في اجتماع فني من مسؤولي الاتحاد الافريقي ومراقب المباراه، هنشوف بقى هنا الاتحاد الافريقي هيقرر حضور كام متفرج لحضور هذه المباراه. الصبح كان في مسحه طبيه في العاشره صباحا، الساعه 11 كان وجبة الفطار، الساعة 2 بتوقيت تنزانيا، الواحدة بتوقيت القاهرة كان تمرين النادي الأهلي، يمكن استمر حوالي ساعة ونص. زي ما قلت أيمن أشرف سليم، أيمن أشرف كويس. شارك في كل المران وأصبح جاهز بنسبة مليون في المية لمباراة سيمبا اللي هتكون يوم الثلاث بإذن الله، الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. معاك زميل أمير عايز عايز أسألك على ملعب التدريب، هل هو ملعب جيد بالنسبة للأهلي؟ أنا شايف الصور يعني أو اللقطات اللي معانا ملعب مش بالشكل الانسب يعني لاستضيف تدريبات النادي الاهلي، ازاي بيتم التعامل مع الجزئيه دي؟ انت نفسك شايف الملعب اخباره ايه؟ انت الاقرب وانت اللي شايف كل حاجه يا شريف، طمني. يمكن هي مدينة رياضية صغيرة، الملعب أو المدينة اسمها جيم خان، يمكن بتحتوي على ملعبين وكذا ملعب تنس، يمكن هي دي المتاحة في دار السلام. وبالمناسبة سيمبا بيتمرن على هذا الملعب، ملعب يعني رضيء، مش ملعب خالص، يعني مش ملعب كويس خالص، ولكن كعادة لاعبي النادي الأهلي الأجواء الأفريقية والتعود على الأجواء الأفريقية، تمرينة والأربع ولا أجمل، الأهلي متعود والأهلي عمل تمرينة، ويمكن نتيجة طبعا النهاردة في إصابة بسيطة لمروان محسن في التمرين، ولكن برضو للأمانة الدكتور أحمد أبو عبلة قال لي من عنده خبطة من تمرين الأمس في القاهرة، ولكن النهاردة برضو كان في خبطة تانية في التمرين، فهنريحه وبإذن لا بكره نعمله تيست قبل بدايه المران. ولكن النهارده مستر بتسوماني طبعا سال الدكتور احمد ابو عبله، انا سامعه بيقول له مروان، طمنا على مروان، فقال له لا مروان باذن الله بكره نعمله تيست باذن الله يكون جاهز للمباراه. الكل بيستعد كويس جدا لمباراه سيمبا، الكل متفائل، وخليني اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي يمكن في الطياره مرورا بقى وانا شايف نظراتي مع لعيب النادي الاهلي، الكل الايباد والتابلت والحاجات اللي تخص الأجهزة الحديثة ومشاهدة فريق سيمبا التنزاني في ملخص أعده محلل أداء النادي الأهلي، أو مشاهدة المباراة الأخيرة في لمباراة طبعا سيمبا اللي فازوا فيها على فيتا كلوب الكونغولي، يمكن لاعبي النادي الأهلي بتشاهد المباراة بالأمر طب طبقا لتعليمات بيتسو وسيماني اللي بيناقشوا في المحاضرات الفنيه والنظريه عن خلال الفتره اللي فاتت يا شريف، عشان تبقى عارف كل كبيره وصغيره بخصوص الفريق اللي هتواجهه خلال المباراه المقبله، ودي حاجه جيده في الحقيقه. يا شريف انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على المجهود الكبير والعظيم اللي انت بتقوم بيه وعلى تغطيتك المميزه لرحله النادي الاهلي في تنزانيا، وباذن الله ترجعوا لنا بالف سلامه بثلاث نقاط في مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. وكان معانا زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس قناة الأهلي مع بعثة الفريق في تنزانيا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقة الترند. استنوا